سمو الأمير، قلتم بأنكم لا تؤمنون بالألقاب والمسميات، لماذا؟ لسبب بسيط جدا. الإنسان أصلا أول ما يخلق ما يخلق لا بمسميات ولا بألقاب ولا يختار من يكون. ولو تنظر للزمن الحالي، يعني الحقيقة الناس بدأت تميز أنفسها عن الآخرين أو حتى تتعالى عن الآخرين بهذه الألقاب. وكسمبل بسيط، يعني خلينا ناخذ مثلا لقب الدكتور. أول دكتور في العالم منح الدكتوراه، اللي منح الدكتور طبعا لا ما كان دكتور اللي قبله. يعني بكل بساطة هي كذبة صدقناها، ومريض النفس هو اللي يرى نفسه أنه أحسن من الآخرين لا أكثر ولا أقل. نسمع كثيرا عن رياح الإصلاح والتغيير في العالم العربي، ما هو كيف تنظرون إلى واقع الديمقراطية وحقوق الإنسان في السعودية وفي العالم العربي في يومنا هذا؟ في الحقيقة العالم العربي حسب ما أرى وحسب ما أسمع من أغلب الناس، طبعا نسمع عن كلمات الإصلاح حتى عندنا في المملكة العربية السعودية. هو هذا كلام، ولكن هل حقيقة هنالك إصلاح؟ لو في إصلاح حقيقي كان في تغيير، مثل ما تفضلتي احنا ما قد سمعنا عن التغيير أبدا، ولا تلقي مسؤول في الدول العربية يتكلم عن التغيير إطلاقا، لأن أغلب المسؤولين عندما يقف على الكرسي تتغير كل وعوده، تبقى إلى المستقبل، وهو كل عمله في حياته للأجيال. فما في اللي موجود في العالم العربي عامة هو التثبت بالإصلاح، وأن الإصلاح يبغى وقت حتى هو يستمر في 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 زيادة الفساد مع الأسف. وذا أما بالنسبة للمملكة العربية السعودية حسب معلوماتي الشخصية لا يوجد حتى أمل بالإصلاح، لسبب بسيط أنه كل ما بني على حاجات قديمة جدا، وعلى أنه لا يوجد في هذا المكان إلا هذا الشخص والحل عنده. فتهميش الناس وصل ما وصل به الآن، للسمعة اللي وصلت بها السعودية حتى بالكوارث الأخيرة، حتى قناعات الناس الآن بأسلوب أهاليهم وقناعاتهم الدينية أيضا بعد عقود من الزمن بتطبيقها بطريقة حازمة وهد بيوت، الآن بدأوا يقولون لا، أنه في الأدلة القرآنية والأحاديث أنه اللي طبقوا القوانين وهدوا البيوت وسجنوا الناس وطقوهم كانوا غلطانين على مدى عقدين، أنهم ما دققوا فيها، وأنه الاختلاط عادي. يعني حتى ترين أنه في تجاوزات بس ما في محاسبة. الأساس في العالم العربي أو حتى في العالم أجمع، إذا أراد أن يغير، إذا أراد أن يصلح في موضوع لازم يغير، لأنه لا يصلح العطارة ما أفسده الدهر. يعني إنسان ممكن يعطي إلى سن 50 60 كأقصى حد، لكن لما يوصل فوق هالسن إيش بيعطي؟ ليه ما يعطي الفرصة لغيره؟ إيش يبغى زيادة يعني؟ وحتى لو أخذ زيادة بياخذها مع القبر يعني؟ بالعكس، أحسن له يأخذ السمعة الطيبة وحسن الختام. بالمناسبة يعني في هذه النقطة، كيف تنظرون إلى فوز رؤساء عرب بنسبة 99%، وكذلك السعي إلى التوريث، وكذلك تغيير بعض التشريعات من أجل مصالح فئة معينة أو حزب معين؟ يا سيدتي الفاضلة، العالم العربي انتهى بنهاية عصر عمر بن عبد العزيز. هو العصر الأول في العالم للديمقراطية الإسلامية الحقيقية. احنا تتكلمين انت عن 99%، هي 99% بس هل هي حقيقية؟ يعني ما بقى له هو نفسه ما رشح نفسه يعني من اللي باقي ما رشحه؟ وبعدين خلينا نسأل، يعني من قد أخطأ من هؤلاء الرؤساء وقدم استقالته؟ واحد وكانت بروباغندا ورجع، جمال عبد الناصر في 67 وبروباغندا، كانوا محتاجين وطلعوا له، بس غير مين جيبي لي؟ ما في. يعني حتى عندنا في المملكة العربية السعودية لا يوجد حقيقة حتى اعتزاز بالذات. يعني أنا لما أكون في سيارتي في فرنسا أو في الرياض أو في أي مكان وتبنشر علي ويجي واحد يساعدني في تصليح السيارة ما أنساه، لما قابله بشكره. في المملكة العربية السعودية نسيوا اللي دخلوا مع الملك عبد العزيز، نسيوا اللي حاربوا مع الملك عبد العزيز، نسيوا ابناء عمهم، نسيوا كل شيء. حتى في النظام الأخير اللي سووه، نظام البيعة هذا،
يناقض نفسه بنفسه. يعني كيف أنت تقول أنا أحكم بالدين الإسلامي وتحط نظام اسمه نظام البيعة وتهمش الشعب وباقي آل سعود، وأنت تختار من يحكم وأنت تختار من يدير؟ هم طبعا خالفوا في كل اللي يسوونه، حتى أبوهم عبد العزيز لسبب بسيط. الملك عبد العزيز كان يقول لهم عندكم خيارين، يا الحكم يا التجارة، ما يمكن تشاركون الناس بأرزاقهم. هم اختاروا الاثنين، ولذلك هذا اللي يصير. في هذا الإطار يعني تحدثتم بأن هناك إصلاح في العالم العربي ولا يوجد تغيير، واقع المرأة هو جزء من هذه الحركة الإصلاحية، كيف تنظرون إلى واقع المرأة تحديدا في السنوات الأخيرة وفي عام 2009 في العالم العربي؟ في العالم العربي، في العالم العربي يختلف واقع المرأة من مكان لمكان. يعني لما نجي ننظر مثلا لأفضل أفضل مكان الآن في الواقع العربي، أفضل السيئين على ما قالوا قطر. لو نجي لقطر ننظر لها على الشعوب العربية الثانية، ذا الشيخة موزة مرت الشيخ حمد، شوف إيش عملت في قطر. أول حاجة قطر الكهرب بلاش، الموية بلاش، الطب بلاش، التعليم بلاش، وهذا النظام الإسلامي لكل المسلمين. رواتبها عالية، البيوت مفتوحة، ما تسمعين جرائم مثل تسمعينها في كل الدول العربية اللي جنبها واللي كل مكان. في انفتاح حتى إلى درجة أنهم شاركوا الشعب بقوة البلد اللي يطلع منها البترول، أعطوهم أسهم من البترول. يعني ليه ما يحتذون فيهم؟ لكن المرأة تعتقد أن المرأة في قطر هي رائدة في أكيد. يعني شوفي أنت شوفي الشيخة موزة، شوفي مثلا الشيخة أو الملكة حرمة الملك عبد الله الملكة. طيب في السعودية، في السعودية في نوعين من النساء، النوع العفيف الطاهر اللي يحب الخير اللي يعمل للناس، هذا مبغوض ومحارب، ولكن إذا كان قوي مثلا أمي الله يرحمها كانت قوية فكانت تأخذ حقها وحق الناس. طبعا إذا ما أخذت حقها، إذا ما طيف وقتها يواعدونها إلين الله يرحمها توفت وما نفذت حقوقها، ولكن حقوق الناس كلها أخذت يعني لها وساعدتهم. هذه من الناس الطيبين اللي يخافون الله. لكن اللي متحكم في البلد حقيقة النوع النمرود، ومع احترامي ولا بدقة فيهم، بس النوع اللي يعرف يتسلق ويتملق ولو علاقاته الشخصية ولو علاقاته. تعرفين أن عندنا في العالم العربي لما تأخذ بنتي تتعين في مكان كبير، وتطلق بنتي أفصلك. المسألة مين مسألة مصلحة عامة، المسألة مصلحتي أنا كمسؤول كبير. وهذا اللي الآن يتداول غالب العائلات والحريم اللي يزوجون بناتهم وأبنائهم عشان مناصب وعشان أماكن، ومنهم ناس من عائلتي يعني ما يعتاز. يعني وأنا قلتها مرة في مداخلة تلفزيونية أن المرأة العربية خاصة في الجزيرة العربية ما هذه الرسالة كان لها مكانتها. ما أمر الله سبحانه وتعالى بعدم ظهورهم أو تحجبهم وابتعادهم عن الناس إلا حريم الأنبياء لتفضيلهم لأنهم أمهات المؤمنين. ولكن الرسول كان ترافق فاطمة في كل المجالس حقته، حتى أنهم كانوا يتحدثون مع حريم الأنبياء من خلف حجاب لتفضيلهم. ولا الحرمة كانت تشارك في الحروب مع الرسول، كانت تشارك في المعارك، كانت تشارك في الرأي، كانت تشارك في التجارة. إيش المانع أن الحرمة ما تصير لها مكانتها؟ المشكلة فينا في تفسير القرآن بطرق حنة ترضينا وتجعلنا نملك العالم الآخر اللي هو بدون حنة ولا شيء. يعني تعتقد أنه وصول المرأة مثلا لمؤسسة تشريعية ولمراكز القرار في بعض الدول العربية، هل فعلا هذا إنجاز حقيقي أم هو إنجاز شكلي من أجل أن يقدمه العالم العربي للغرب ويقول بأننا نقوم بإصلاحات داخلية؟ والله حنا مشكلتنا الحقيقية أن كل ما نفعله لنقدمه للغرب، ولا تعتقدي أنه رؤساء وملوك الغرب لا يعلموا ذلك، بس شعوبهم اللي لا تعلم ذلك. أغلب رؤساء وملوك الغرب ورؤساءهم يعلموا ماذا يحدث في كل الدول العربية من طغى وظلم وأخذ حقوق وكيف وصلت هذه الحرمة بمليون ألف واسطة حتى وصلت لها المركز، ويعرفون مدى صلاحياتها أنها لا تتعدى
مجرد الطلوع والتصريح بأشياء ولا تقدر تتخذ قرار. أتحدى أن فيه بلد عربي فيه بالكواليس قرار يتخذ باسم الزوج أو باسم الأب أو باسم الصديق إلى آخره، لكن أنها هي تتخذ قرار وفجأة أبدا استحالة ما يأخذون. يعني ما أذكر لك كان أمي الله يرحمها، مو بعشان أمي كان مقدرها الملك عبد العزيز، مقدرينها أخوانها اللي سبقوا في الملك. اللي حصل انه 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 احنا نلمع والرؤساء يقول انا وش اتدخل في الحكومات العربيه، وش اصلح وش اخلي، المهم انا ايش مكسبي، متى اقدر اضغط على الحاكم ذا بما يفعله بشعبه، ولازم المع متى ما بغيته واقمع متى ما بغيت. فافضل لي انه يبقى على حاله، لانه افضل من يجيني واحد صالح ويعطي ذا، فما عاد اقدر لا اقمعه ولا الويده. هذا اعتقادي انا، وهذا اللي اراه واشوفه حقيقه. سمو الامير، الاداء الاعلامي في الوطن العربي، نتحدث كثيرا عن نزاهه الاعلام وعن حريه الاعلام وحريه الراي والتعبير، لكن هل فعلا لدينا اعلام عربي نزيه ولدينا حريه راي وتعبير؟ هو اسمه اعلام. الإعلام مش معناه إظهار الشيء على حقائقه وليس الكذب أو التملق أو التطبيل أو حتى خدمة أشخاص معين لتلميحهم. الإعلام ملك الجميع، ملك العالم أجمع. الإعلام يا أختي الفاضلة هو السلطة الأولى في العالم أجمع. عندنا في العالم العربي ما في انتخابات، وخاصة في المملكة وغيرها، وكل يوم يركضون على التلفزيونات والإعلام والجرائد، كل يوم تلقين صورهم. حتى لو يعطي واحد مسكين 100,000 ريال وما هو معطيها من جيبه، معطيها من الحكومة أو متبرع بها راعي خير باسمه، يطلع بكرة وتفضل ونشكره. يعني استغفر الله استغفر الله، بدل ما نقول الحمد لله رب العالمين وهذا من خير الله، نقول هذا لولا فلان ما حيا فلان، مع الأسف. يعني فالإعلام عامة بما أنه مملوك ومخنوق وتحت ماطى رجل الناس اللي يبغونه، يعني أعطيك مثل بسيط. الآن من اللي يكرم في العالم العربي كأفضل إعلامي؟ ما هو لا الصحفي ولا مقدم البرنامج ولا المقدمة ولا صاحب المحطة يكرم. صاحب المحطة ما يعرف مسجلة مكتب مقالة على بعضها، تعطي أحسن إعلامي كيف يعني؟ بفلوسه؟ يعني الإعلام عندنا في العالم العربي يشرى ويباع، فأي شيء في الدنيا له ثمن أكيد يكون مرة غالي ومرة رخيص. بالنسبة لموضوع الإرهاب، هناك الآن طبعا العالم كله يواجه ما يعرف قاب قوسين بالإرهاب، هل هو مصطلح يوظف سياسيا؟ الإرهاب يا سيدتي الفاضلة، أول من مارس الإرهاب في الكرة الأرضية من؟ أول إرهاب في الكرة الأرضية ألقى القنبلة النووية على اليابان، هذا أول إرهاب في العالم كله. فالجرائم بدأت أصلا بالأسلحة المتطورة والإرهاب. الإرهاب الحقيقي ليس بالقتل ولا بالحروب ولا بالإرهابيين أو تمويلهم، الإرهاب الحقيقي هو إرهاب المواطن في بيته، إرهاب المواطن من الخروج للشارع، من الحياة العملية، إرهاب المواطن من قول كلمة حق، إرهاب المواطن من أنه يقدر يفكر بأريحية عشان يعطي الآخرين. كل إنسان في الدنيا الله خلقه في ناتج في داخله وإبداعات، لكن لما تكبت بالإرهاب النفسي في المدارس وتكبت في البيوت وتكبت في 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 الأقسام الشرط وتكبت في 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 مراقبتك في عبادتك لله وتكبت في 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 صار الدولة على ذلالك باسم الدين وباسم القانون، اللي كل يوم يطلع قانون شكل وعلى مزاجهم، فجأة تلقين في شارع عربي وموقفين وتفتيش. طب يا أخي إحنا منا في بلد محتل مثل تل أبيب مثلا، محتلة إسرائيل، يا أخي إحنا في بلدنا فجأة تلقين رجل دين أو شرطة يجي يوقفك، ليش واقف عند بابك؟ ادخل جوا بيتك أو صك باب بيتك. هذا الإرهاب. الإرهاب لما تمارسين
تلفيق الأمور وإعطاء هذا الإرهاب الحقيقي. إرهاب هو إرهاب الدولة لمواطنيها، هو إرهاب الدولة مصها لشعب مواطنيها وشعوبها، إرهاب اللي تمارسه أمريكا على 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 مثلا على مواطنيها الآن بمراقبة تلفوناتهم، بملاحقتهم، باتهامهم أنه يمول إرهاب أو أنه مع مكان متطرف أو إلى آخره. الإرهاب بمن يصنع الإرهاب؟ مين اللي صنع الإرهاب؟ من اللي صنع الإرهاب واسم الإرهاب؟ أمريكا والسعودية وباكستان عشان يحرمون روسيا في أفغانستان. لكن اليوم هناك تفجيرات تحصل حتى في الشارع العربي، وهناك اعتداءات تحصل في الشارع العربي. وين؟ لأنهم أخذوهم من بلادهم العربية وقالوا لهم تعالوا أنتوا تحاربوا ضد شيء ما يؤمن بالله، وحاربوا عشان الله، عشان الإسلام، ودربوهم ووعدوهم أنهم يصيرون أبطال ووظفونهم. فلما راحوا المساكين ورجعوا لبلدانهم زعمهم انهم انتصروا، قالوا لهم تعالوا راجعوا الاقسام ووقعوا انكم مجرمين ولا تروحون. يعني انت تحطم مستقبلي وجيتك معاق وتجي وفي الاخير تحطني بدل ما اكون بطل مجرم. يعني ما عاد عنده حل. يعني ان الوضع او الكبت الداخلي في الدول العربيه هو الذي ولد هذه الظاهره. يا سيدتي الفاضله، ما يكون المجرمين الا المجتمعات. 80% من سبب تكوين مجرمين المجتمعات، الحقران، أخذ الحقوق، الظلم، البهتان، التهميش، هذه كلها تكون الأشياء هذه. لو طبق ما أنزل في الكتب الثلاثة وخاصة القرآن، القرآن حتى على الكفار، حتى على المشركين، حتى على كل أهل الكتب يقول جادلهم بالتي أحسن. القرآن يقول، وفرعون يقول أنا إله، يقول اذهب إلى فرعون وقل له قول لين. ذكرتم الكتب الثلاث، تؤمنون بحوار الأديان والحضارات؟ يا سيدتي لا يجي بشر في الدنيا أو حتى دول لتضع حوار بين الأديان. حوار الأديان الله وضعها سبحانه وتعالى، هي بدأت بأبو الأنبياء إبراهيم، وجاءت لداود وسليمان وموسى، وبعدين جاءت العيسى، طبعا غير الأنبياء الثانيين، بس أنا أقول لك أنا بالنسبة للكتب الثلاثة، وبعدين محمد، كلها تكمل بعضها. الله سبحانه وتعالى يقول من لا يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، احنا إذا ما نؤمن بهذه الأشياء هذا إيمان. الحوار ليس بالطريقة اللي هم يرونها، يختارون من يمثل هذه الأديان وهو يحاور. يجي ملك المملكة العربية السعودية أو رئيس السوفييت يقول أنا أمثل شعبي وأتكلم عنهم، إحنا كلنا نكره فلان من الناس، أو يعني ما لها منطق. أنت لك هدف عشان تبيع سلاح أو عشان تكسب وجهنا، لكن أنا ما لي هدف. يعني أعطيك مثل، الميزانية اللي صرفت أمس في السعودية ويتكلموا عنها، هو بنفس الملك في الاجتماع وش قال؟ قال انتم تحكون ومشاريع ما في شيء، ويني؟ نبي نحاسبكم. وهالكلام سمعناه من يوم تولى، وسمعناه من قبل لا يتولى. من 40 سنة هم بيحاسبون بس ما في احد يحاسب. مئات المليارات تروح، كارثة جدة غيرها. وشوف يعني حتى في كارثة جدة، قولي لي انت لو بيتك ينهد في غرفة او يطيح ابنك ويتعور في طاولة، ترجعي البيت على طول، بتحاولين تشوفين تصلحين الطاولة أو تصلحين ابنك. حنا مع الأسف لما صارت كارثة جدة، واحد راح يشوف مؤسسة الفكر العربي اللي هو المسؤول الأول عنها اللي كأمير منطقة، والثاني راح يستجم في روضة الخيم ويستقبل نادي الهلال أو أدري إيش عشان نادي القرن ويهنيهم. يا أخي الناس ميتة توها إلى الآن، في ناس الآن لمقابلتنا الآن، في ناس الآن تحت الأنقاض مفقودة. هذا منطق؟ يعني تعتقد انه هناك هو بين الحاكم العربي وفي هو والمواطن في موت في الضمير، ما في احساس في الناس، لما في احد يحاسب. من امن العقاب اساء الادب. هذا اللي يعتقدوا انه لما انا اجي واسوي اشياء خيريه واوسع الحرم النبوي ولا اوسع الحرم المكي ولا اقول اني انا اعطيت اهل بنغلاديش بنكبتهم او اندونيسيا او انه الله سبحانه وتعالى بيغفر لي اني ما بنيت القرى في جيزان او ما ساعدت الفقراء في المملكه العربيه السعوديه. اعطيك مثل بسيط، يعني الملك عبد الله لما كان ولي عهد، لما زار الاحياء الفقيره ايش سوى لهم؟ ولا شيء الى الان، ولا شيء. من يوم تولى الملك الى الان كل المواعيد اللي وعدها وش سوى؟
كل المواعيد اللي وعدها. اسمحي لي، لما كان ولي عهد وحضر اخر اجتماع هو ولي عهد لمجلس التعاون في الامارات، طلع وش قال في التلفزيون؟ قال لقد ولت الطفره الى الابد. في اجتماع مع الضباط والناس قال ضابط قام اللي هو رئيس الامن العام قال لهم انا نبغى يعني ارقام عشان نرقي الناس تعطيهم حوافز. قال اسمع بالتلفزيون اربط على بطنك حصات خلاص ولت الفلوس. لما تولى الحكم صار في حريقه في مدرسه بنات في 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 مكه. فلما لما 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 قبلها كان وزير التعليم طالب عانات على اساس تصليح المدارس من المدارس الى اخره، قال خلاص كافي اللي عندكم، يعني بعضهم اجار. لما صارت الحريقه قال لا من ذمه لذمتكم انا ما لي دخل. لما غلى الرز امر بانه يعطوني عانه للتجار حقون الرز. ثاني يوم التجار في الجريده يقول والله انا اسفين ما راح نرخص الرز. الملك تبعي ولا استطاع يقول لهم شيء لانه التجار منهم اصلا عندنا في المملكه العربيه السعوديه. مين التجار؟ اسماء صور وبالادله ممكن اثبت لك ان اللي وراهم فلان من عبد العزيز من الناس، فلي صور. فما يقدر هو يقاوم اخوانه. الاهم من هذه كلها حتى لما جامعته اللي قال 25 سنه يحلم بها صح؟ اللي افتتحها اللي احضرها راسه، وش قال في الافتتاح؟ قال اشكر ارامكو. يعني انا صدمت. اول شيء تحلم بها 25 سنه، بعدين لما بنيت مو بنت اللي بنتها ولا الدوله اللي بنتها تشكر ارامكو؟ لا ابشرك الكارثه الاخيره غرقتها مويه. يعني ايش بنيته بالضبط بالمليار هذه؟ يا بنت الحلال العلوم علوم. سمو الأمير ألفتم كتاب هذه حقيقتنا، وأنتم الآن أمام مشروع فضائية اسمها حقيقتنا. ممكن تحدثنا شوي عن 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 هذا الكتاب وكيف الفكرة انتقلت إلى 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 قناة أو محطة فضائية؟ والله هي فكرة القناة الفضائية قبل لا تنطلق أي قناة فضائية عربية من عام من 28 سنة. وبدأنا ذيك الأيام على أساس الاتفاق في أمريكا وغيرها، وعقنا الحقيقة وعقنا من ناس كثير، لا من التصريحات. أمريكا بالعكس وافقونا يعني، بس ما كان عندي السيولة الكاملة. كنت ضابط وماني من نوع الضباط اللي لا دخل في مكان يستغل مكانته، ولا كنت أستغل مكانتي حتى كأمير. فما كنت من النوع اللي حتى أمد يدي لا لأمي الله يرحمها ولا لأهلي كلهم، فما كنت أبغى أبنيها. كان عندي قناعة في بناء محطة فريدة من نوعها حتى قبل الام بي سي وقبل كل المحطات، وكانت الفكرة مكونة وكلها موجودة. فما أراد الله أني أبنيها، ولكن مع مرور الوقت حمدت ربي أني ما بنيت هذيك المرة، لأني شفت الأخطاء وشفت الأمور وشفت كيف الناس توهقت. بعضهم شرى كيوتمنت وأشياء قديمة، يعني حتى الام بي سي قعدت مدة وهي تعاني من الأجهزة القديمة والأشياء عشان تغيرها، وقعدت مدة بمعاناتها في بريطانيا بعدين انتقلت. يعني لما تنظري الأشياء هذه طبعا أنا ما أقصد ممكن تقطعون حقة القناة، لا ما في مشكلة، أنا ما أبغى أسوي لها دعاية فلا يزعلون علينا أخواننا في الحرة. فالمشكلة الحقيقية أنه في القناة ليس بالأجهزة أو الكيوتمنت، الإبداع الحقيقي في الإنسان. شوفي مثلا باربرا في أمريكا، شوفي أنت مثلا، كل إنسان عنده إبداعات. إذا ما يوجد هالناس المبدعة والله لا تجيبين كل تكنولوجيا العالم، هي مجرد أجهزة. فالآن الحمد لله جت فكرة القناة، وقناة لها هدف واحد، أن تكون ملك المجتمع وليس ملك تركي، وأن تتكلم بالحقائق دون تزييف دون تطبيل، لا لتركي ولا لزيد من الناس ولا لعمر الناس. هدفها الأساسي هذا. والكتاب أصلا كان له هدف إيجاد الحلول الحقيقية لكل المشاكل اللي نعاني فيها في المملكة والبلاد العربية. وما تلقين كاتب في الدنيا كلها أمير أو عادي أو إنسان ثاني يكتب لك بالطريقة اللي أنا كتبت فيها كتاباتي ومقالاتي. ليه؟ أنا أكتب السلبيات والإيجابيات والحلول
فما هي موجودة، لأنه أغلب الصحفيين ينظر أنا زعلان من البلد الفلاني أو المسؤول الفلاني فأطلع سلبياته، أنا راضي على فلان أطلع إيجابياته، لكن ما يعطيك الحلول، لأنه يبغاك ترجعين له، لأنه يبغى يتسيد أشياء معينة. لأول مرة إنسان يعطيك الحلول، يقول يا ناس هذه الحلول حلوها، لأنه أنا هدفي الحقيقي ليس الصعود على أكتاف الآخرين. أنا حتى لو يؤخذ برنامج لي أو فكرة لي وتفيد المجتمع ما عندي مشكلة. أنا مشكلتي أنه عندنا في بلادنا وخاصة في المملكة يبغونك لما تقول بسم الله الرحمن الرحيم شكرا يا ربي، يبغونك تقول ثم شكرا لفلان، هذه ما تحصل. أنا عندي ما تحصل، لأنه أنا ما يمكن أشرك بربي، يعني عشانك مسؤول أو عشانك حتى ملك أو حتى عشان عمي ولا خالي ولا حتى أبوي أنسب لك شيء مهلك، كيف تضعها أنت على نفسك؟ هل تعتبر نفسك معارض سمو الأمير؟ المعارض هو الذي يعارض ليكسب مكان أو يبغى يظهر للناس أنه عنده فكر غير الفكر اللي موجود. أنا ما أعتبر نفسي معارض، أنا أعتبر نفسي إنسان أؤمن أنه التغيير لابد أن يحصل في كل وقت وفي كل زمان. أنا أتغير، غيري يتغير، أنا ما لن أبقى للأبد. فعشان أؤمن بهذا الشيء أؤمن أنه لازم الكل يعرف ويأخذ خبرتي وأسلوبي وحياتي. لذلك أنا دائما أتعامل في شركاتي كالعائلة الواحدة، البواب يملك معي، أقعد معه أناقشه في عمله وأعطيه خبرتي وأعطيه كيف يتعامل وأبغى يتقدم، ما يقعد طول عمره بواب، من حقه أنه يعيش. هل تؤمنون بحركة المعارضة في الدول العربية؟ وهل يوجد حركة معارضات في الدول العربية؟ ما يوجد. نسمع أن هناك مسيرات وأن أحزاب معارضة وتنتقد. يا سيدتي الفاضلة، يا سيدتي الفاضلة، مع الأسف أنه المعارضة اللي تعتمد على العنف والخطابات الواهية واستغلال الدين واستغلال العواطف واستغلال الهفوات، هذه معارضات يسمحوا لي يعني معارضات جاهلة. المعارضة الحقيقية هي التي تكون تنتهج الأسلوب السلمي اللي فيه وضوح وتناقش. أنا كنت أناقش في السعودية ولكن لا يسمعون لي، فلما بدوا حتى أنا اللي خلاني أطلع من المملكة العربية السعودية ليس كرهم فيها ولاني ممنوع مراجعة لها، يمكن بعد المقابلة ذي يمنعوني ما أدري، لكن اللي خلاني أطلع أنه لا يطبقون دين الإسلامي وتعدوا على حقوق أمي، ولما طالبت بحقي الشخصي وحق أمي أوقفوني سجنوني. فلما قلت لهم يعني على أي أساس تسجنوني؟ قال عشان نحميك. تحميني من مين؟ إذا كل واحد مهدد أو مهدد من شيء وبتحميه، خلاص اسجن الملك، اسجن أمير المنطقة، اسجن الأمير محمد بن نايف لما ما لها منطق. حتى المشكلة عندنا أننا نكابر ونعالي، يعني لو أتكلم عن الأشياء اللي سووها كلها مخالفة لشرع الله سبحانه وتعالى، فهم إذا ما لقوا شيء يقول لا معارض. يا أخي أنا إيه بعارض؟ لما تجي تأخذ حقي وحق أمي بعارضك؟ الحين إنسان جالس في حال الله وفي حديقة، تجين تزلطينه بحلقة، تمسكينه بحلقة وترصين عليه وتحطي رجلك الله يكرمك ببطنه وتقولين اسمع، لا اسمعك تنسم ولا اسمعك تسوي شيء من تحت، ما يمكن. يعني مهما كان إنسان عنده قدرات فكيه وخليك، وبعدين أنت ما أنت بحاجة أنك تحط واحد يعارضك عشان تطبل لنفسك. يعني أنا بسألك سؤال، المعارضة اللي ضد السعودية مثلا، أنا ما نحكي عن المعارضات الثانية اللي في لندن من فلان وفلان وفلان بدون ذكر أسماء، هذه معارضة دي شتم وخرابيط وعلى لا باء ودعوة للقتل ودعوة للمدري إيه. طيب وبعدين الشعب قتل بعضه كله، طيب حتى رجعت أنت تحكم مين؟ شو المنطق هذه؟ إذا عندك فعلا معارضة ابدأ بنفسك يا أخي بكرامتك، إذا عندك عدالة. كيف إذا ترون التغيير والحركة الإصلاحية في العالم العربي؟ التغيير يا سيدتي يبدأ بنفسك، خليك عدل مع نفسك، أعطي نفسك حقها. أمي كانت تقول كلمة وأنا أعتبرها نبراس، أمي تقول لها هانت عند قيمها هانت عند سيمها،
يعني لهان الإنسان عند نفسه هان عند غيره. أنت لهان وعيالك عندك قدر أي واحد من الشارع يجي يضربهم، لكن لو يجي واحد يلمس كوتك لا كوتي هذا لا تشقه يصير غالي عنده. حنا مشكلتنا الحقيقية أن ما عاد صار عندنا أي إحساس لأنفسنا ونكابر. أنا أتساءل بكل بساطة، الإنسان لما يكبر يتزوج، ولما يتزوج ما يجي عيال؟ هل العيال ما هو مسؤول عنهم؟ هو مسؤول أمام الله قبل كل شيء. حتى في القرآن حقوق الأبناء أكثر من حقوق الأباء، فالتغيير يبدأ من أنفسنا، من داخلنا، من عدالتنا مع أنفسنا، من 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 ضمائرنا، من إنسانيتنا الحقيقية. لكن هناك مواطن مضطهد مغلوب على أمره، يعيش الفقر، يعيش، كيف ممكن أنه يثور لا يثور، لا يثور، يثور مع نفسه. لا يقبل، لا يقبل أحد يدوس كرامته وحده، خلاص ما دام الله أراد أنه 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 ما يقدر ياخذ حقه، بس لا يقبل على نفسه أنه يجي لليد اللي قطعت عيشه ويبوسها، لا يطبل لها، لا يقعد 30 سنة يؤمن أنه اللي وصل للثمانين أو الستين أو التسعين أو اللي هو أنه لازال ينظر بعين حب. لكن ماذا يفعل؟ يعتصم ضده الرازق الله سبحانه وتعالى. لو بس اعتصم ثلث الشعب ضد أي حاكم في الدنيا أو ظالم في الدنيا أو حتى رئيس مؤسسة لاستقاله هو من نفسه، لأنه ما راح يلقى أحد يغسل له ملابس الداخلية. يعني بس حنا مشكلتنا خيانتنا بين بعضنا، مثل ما باعونا حكامنا حنا بعنا بعضنا. ما هي الأشياء التي نستطيع أن نقول بأنها وسمت عام 2009 في عالمنا العربي تحديدا؟ والله ما ماني شايف يعني انه تقدم يا تقصدين اي تغيير حصل ملفت للانتباه. والله ما في ذاك التغيير، يعني المفروض في اشياء كانت تصير من قبل، مثل الحكومه اللبنانيه الان الحمد لله، بعض المصالحات الرئاسيه العربيه. هل تصالح الشعوب؟ ان اهم شيء الشعوب، وقبل حكامنا هذول اللي يقولون نبغى نسوي صلح عربي منهم ملكنا، هل هو صالح عائلته؟ هل هو صالح وطنه؟ هل هو صالح ابناء وطنه؟ هل هو الانسان قبل لا يصلح بيت الاخرين، النجار قبل لا يصلح بيبان الاخرين يصلح بابه. ماذا تعني لك كلمه مقاومه؟ مقاومه تعني لي شيء عظيم. في حق الانسان تعني شيء عظيم. من خلال قراءتكم للامور في السنوات السابقه، ماذا تتوقعون لعام 2010؟ أو ما هي تحليلاتكم لعام 2010؟ للعالم أجمع؟ للعالم العربي بالدرجة الأولى وللعالم أجمع. والله يا سيدتي الفاضلة، اللي نراه الآن مع الأسف في العالم العربي لا يبشر بالخير، لا في عام 2010 ولا في المستقبل. اللي نراه صراع على قيادة العالم العربي بين كل حكامه، وأنه أنا أفضل من الآخر. مشاكل زي ما تشوفين في المملكة، في الكويت، في عدة، في الإمارات، في يعني بدأت تظهر أمور كثيرة مع الأسف للسطح. الناس غير راضية، الناس مستاءة، تغير الشارع كله في العالم العربي. يعني بدأ ينزع عباءة الجبن، بدأ يواجه مشاكله، بدأ يقول أنا موجود. ف توقعاتي غير وامنياتي غير. اتمنى ان الله سبحانه وتعالى يلهم هؤلاء القاده اللي الله اعطاهم الامانه ليصلحوا ما بانفسهم، لانه ما بقى من العمر كثر ما راح، لانه ما في عندنا قاده عرب صغار الا قله، واللي قله هذولي تقدرين تقولين منقادين لدول عظمى ومعروفه. تبحثون عن الحقيقة وتجلت في كتابكم هذه هي حقيقتنا، وتبحثون عن السلام، ولديكم مشروع مدينة السلام. ما هو مدينة، هي 5 مدن، والمشروع هذا الحقيقة كانت أمنية أمي الله يرحمها ويسكنها جنات النعيم.
المشروع هدفه الأول والأخير تطبيق ما جاء بالقرآن الكريم أنه بني آدم خلق وأنزل في الأرض ليبنيها ويعمرها وليس ليتقاتل مع بعضهم. تطبيق راح يكون فعلي بإذن الله، لأن كل الأشياء اللي فيها إن شاء الله راح تكون أشياء مثالية. هي قاب قوسين للإعلان عنها إن شاء الله، وراح تكون 5 مدن عالية المستوى، راح يكون مشروع الكرة الأرضية منذ خلقت الخليقة بإذن الله تعالى. ومن هالمنوال ومن مكانكم ومنبركم أعلن أني أنا لا أملك فيه سوى الفكرة، ولم أفعله لأملك شيئا من ورائه، بل فعلته لتخليد ذكرى أمي الله يرحمها وأخواني والناس اللي ساعدونا، ولإيجاد حلول حقيقية للسلام كمدن تجمع العالم أجمع من كل فئاته، ليكون هنالك سلام حقيقي ونواة لزرع السلام رغم أنوف من لا يريدون السلام. لماذا اخترتم السودان لهذه المدن؟ احنا ما اخترنا السودان، احنا اخترنا الناس اللي عندهم استعداد لاستقبالنا. هي كان الفكرة انها تقام في المملكة العربية السعودية، ولكن مع الأسف حب الخشوم والتضرع لبني آدم هناك حتى في حقوقك الشخصية ومشاركتك في أفكارك وصلت إلى مشاركتك حتى في عرضك وأهلك، منعتنا من ذلك. يعني أمي معتدى على أراضي كثيرة لها وفي أشياء كثيرة لها وعلى مستويات كبيرة، وكان عندنا مشاكل معينة وكان لنا تعويضات وكان لنا أشياء، ولازلنا على ما قال إلى بكرة المستبد والمتنفذ واللي خان أمي الله يرحمها يتعامل فيها ويأكل هذا الحين. لكن السودان قابلون الحقيقة بمقابلة الأخوة، وأنا أستغرب الآن الناس يقولون عن البشير اللي يقولونه. أنا قابلت الشخص، والشخص يمكن يكون أفضل رئيس عربي لسببين رئيسية: الرجل لا عنده من يرثه، يعني حتى أن تقولون الله يصلح لذا، ولما ترجيته أني أزور قريته رفض وبقوة ولا خلاني أزورها إلا في الأخير. أنا رحت للسودان كانت عشان جمع هيئة الأمير البندري وتعبد العزيز للأعمال الإنسانية وهيئة حفيد الجدة للأعمال الإنسانية، اللي رفضوا يعطونا لها تصريح المملكة العربية السعودية لأنهم يبغون الهيئات الخيرية تحت سلطتهم وإرادتهم. الحقيقة الهدف الأساسي اللي هو أنه الأخ البشير مع حتى الأخوان في الجنوب وكلهم يعني وحتى دارفور وذا كل اللي يدار الآن ويحاك عليهم ضدهم تماما، ولكني أنا أؤمن بإذن الله أن هذه المدن ستجعل من السودان تقفز كما قفزت ماليزيا في ذيك الأيام إن شاء الله. سمو الأمير، سؤالي أعود يعني لسؤال سابق، تحدثنا عن المرأة، لكن عادة أنه المرأة هي مقياس تقدم الشعوب وتقاس دائما بمساواتها بالرجل. هل سنصل، لا أريد أن أقول هل وصلنا، لكن هل سنصل في يوم من الأيام في مجتمعاتنا العربية إلى حد المساواة بين المرأة والرجل؟ إحنا كنا أصلا متساويين، ما كان عندنا مشكلة. يعني إيش المشكلة في المساواة دي؟ حتى في القرآن يقول لك مثنى وثلاث ورباع وإن خفت ألا تعدلوا فواحدة. القرآن واضح كان، يعني العدالة في إيش؟ في موافقة المرأة، في سعادتها أنك تأخذ غيرها، في اختيارها لزوجاتك، في العدالة في المعاملة، في العدالة في المنام والقاعدة إلى آخره، في العدالة حتى بالتقدير، في العدالة بأخذ حقها كامل. لكن احنا جالسين نخالف كل هالامور. فمشكلتنا مع المرأة ما هي مشكلة عربية ولا هي مشكلة، مشكلتنا ان احنا من مطبقين ما ندعي ان احنا فيه، احنا متخلينا عن انسانيتنا. طيب احنا بدون المرأة شو نكون؟
كيف انت كاثر اصلا؟ او كيف المرأة تتكاثر؟ يعني ماني فاهم ليش احنا دائما نقول حقوق المرأة او حقوق الرجل؟ كل واحد له حق. بعد يجب ان المرأة يعني بالعكس، انا اعرف انه عندنا في المملكة العربية السعودية في حريم مستبدين اعظم من الرجال ويحسون الرجال ويغيرون وزراء. فالسؤال يعني انا حتى اني مرة في الكتاب تلقينا اني ناديت انه بننشئ جمعية لحقوق الرجل. كان يساعدنا. يعني بتشعر ان هناك في رجل العربي المنضبط اللي ما عنده الحزازيات او رؤيه انه لازم انه الشجاع والرجل والقائد واللي عارف نفسه انه انسان وهذه انسانه مثله تماما، انه بدونها لا تكمل الحياه. لكن ما زالت هناك النظره المتعاليه للرجل على المراه في المجتمع العربي، ما زالت بالنسبه لبعض الرجال عند الرجال الذي لا يؤمن ايمان حقيقي بما انزل الله سبحانه وتعالى، او يروا نقص في فحولتهم فيعتقدوا انه بالطرق الاخرى او بالاستبداد انه يفرض نفسه عليها لا اكثر ولا اقل. ونفس الشيء في المراه اللي ترى في نفسها انها افضل، وذا هذه عندها 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 مرض نفسي فتبي تعالجه بالطريقه دي. صدقيني اثنين اللي يسوون هذه ضد بعضهم هذا اللي عندهم مرض الله يشفيهم. الله يشفيهم والله صحيح. شكرا كثير سمو الامير. شكرا لك.